السلطة المستقلة قد أعلنت عن النتائج المؤقتة بتاريخ 15 يونيو 2021 على الساعة 6 مساء، وهو ما يعني أن أجل الطعن قد أنقذت هذا المساء. وعليه فلقد تلقى المجلس الدستوري أزيد من 400 طعن من مختلف المشاركين في الانتخابات، وله أن ينظر في هذه الطعون ويفصل فيها، وتضبط المحكمة الدستورية نتائج نهائية للانتخابات التشريعية وتعلنها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة طبقا لأحكام المادة 241 من القانون العضوي المتضمن قانون الانتخابات. كما أبلغكم بأننا لغاية الآن لم نتلقى النتائج المؤقتة من طرف السلطة المستقلة.